بس انا معلق ما حالك طرد من السيارة طبعا. هي الضربة اجت بادعاء انه هيدا مستودع سلاح. هيدي شركة قائمة من 11 سنة بتتعاطى تجميع مولدات كهرباء وصيانتها، ومستودعات ما بتفتح من الصباح حتى المساء، والزبائن رايحة جاي عليها طول النهار. يعني ولا يوم نحن سكرنا الابواب. بلشت من شهرين بتدبير الزراعة، بلشت اليوم بتدبير الصناعة. هيدي مؤسسات كلها هون منطقة صناعية، مؤسسات صناعية، لا مؤسسات حربية ولا مؤسسات أبداً أبداً تتعاطى بأي شكل من الأشكال التانية. هيدي منطقة صناعية 100%. كلنا منا نحافظ ونتعاون ونعرف كيف نتوقع من هالعدوان يلي هو ما رح يسكت واكيد بده يتكرر. صار اجرام المعتاد لتدمير الاقتصاد اللبناني مختصر مفيد، وكل الادعاءات اللي بيحكوهم مش موجوده وهي قدامكم. الكل في يشوف شو صاير، شو في هون مش موجود. الشركه بعدنا قلناهم قبل شوي، الشركه مفتوحه من 11 سنه، ومين ما كان في يفوت يظهر على الشركه.